الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت سيدي يا رسول الله. آيات بينات من كتاب الله الحكيم يتلوها علينا وقار جمهورية مصر العربية وقار الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بمدينة سلسل ليان محافظة المنوفية. فلندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسمى فاكتبوا
فليكتب وليؤمن الذي عليه الحق وليتق الله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا يأبى كاتب
ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل رجلين
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وإن تفعلوا
واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. كل شيء عليم. لله ما
السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وقلت بك
نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
آيات بينات من كتاب الله الحكيم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبية القارئ والمقيم بمدينة سرسليان محافظة المنوفية ومعكم وبتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية التي تطلب توبة دائما من محلات الحاج رشدي شعبان وأولاده المحل الأول لا بكفر فيه شرق قاع بالاشتراك مع كسور الضيافة المتنقلة ومعارض الفراش الكبرى الحديثة مع فراشة الامير بمنشية سلطان لصاحبها محمود ابو الحاج علي. ايها السادة المعزون نيابة عن هذه العائلة سعيكم مشكور جميعا.